مرحبا والسلام عليكم أصدقائي السفر في هذا المقطع الجديد. بعد غيبة طويلة لمدة شهور وشهور، أنا مريض يا أصدقاء، مريض جدا السخانة وهيا ننهض. بسم الله، اليوم غادي نديرو الأصدقاء غنتريني 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 باش تخرج مني الأمراض والبرودة والبرد اللي ضاربني. لحقاش دابا حنايا في واحد المرحلة ديال التحول من الصيف للبرد، دونك ما كنكونوش كنلبسو وكنكون ما كنردوش البال. هذا في اطونسيو في اطونسيو اللي كنكون البرد. صافي هادشي اللي غادي نديرو، غنتريني ان شاء الله وغادي نخدم على انني ندير تجربه ديال الزنزال. لحقاش انايا شحال هادي ما كنتش قبل الزنزال، انا حتى دابا عاد جيت انا عاد فايق من القلبه. زين داز الزنزال، الله يرحم داك الناس اللي توفاو مساكن، راه ما نعاود ليكمش. تصور انا النهار ديال الزنزال درت فلوق ما حطيتوش، لحقاش كنت كنضحك على الزنزال. انا كنت كنضحك على الزنزال، علاش ما تسحبش ليا داك الشيء عنده داك الايفيكت كامل اصاحبي؟ حتى لا غدا فقت في الصباح قال لك راه شنو طرا وشنو عاد، راه ايام بدات كدور الايام، بدا كيبان بنادم تيموت وبنادم طايحه عليه حشره من الجبل والناس ديال الباديه مساكن كلهم ماتوا، فهمتيني؟ وبنادم تيضحك على الزنزال. لحقاش حنايا مولفين الزنزال، انا ما تسحبناش، انا ما تسحبش ليا داك الشيء بداك الايفيكت اصاحبي. هزه ارضيه اصدقاء، هزه ارضيه، الزنزال الزنزال اصدقاء، اسمع اسمع اسمع، الزنزال الاصدقاء، الزنزال شي جوج ديال الهزات ضرب. عرفتي كيفاش دارت الارض؟ دارت بحال ما هكا، طبشات شي جوج المرات بلا ما خارج الارض. بغات طيح الدار هذه طيح، انا ما انا عندي زايد ناقص، انا ما ورايا ما قدامي. انا غنعلق وصافي، غنمشي نشوف الناس هما في الزنقه مساكن كيبكيو. بنادم هارب بالطونوبيلات، بنادم هارب، بنادم معلق بالطونوبيلات اصدقائنا، حق الله حتى معلقين، كلشي معلق الاصدقاء، ضربت الزنزال كلشي معلق. طلع لي الدم بزاف هادشي، المهم هادشي اللي كاين الاصدقاء. ما حطيت لكم لا فلوغ لا تستحمص، كنت بائس ملي جا الزنزال، درت بغيت نتفك ونولي عاد بائس. المهم انا غادي نمشي نتريني وغادي نديرو تجربه ديال الزنزال، تجربه ديال اشنو طرا اكزاكتومون، وغنحاول نعطيكم دي زانفورماسيون سوغ لو طريون دو موند اونتير. ليتس جو، غادي نزمر واحد شويه بحيث وليت كنقرا الموسيقى اصدقاء، كنقرا الميوزيك. بسم الله، نقول نغني لكم ليموني اللي غيروا مني. اسمع، مازال ما قفتهاش مزيان ليموني اللي غيروا مني، يلا كنقول ليموني. ليتس جو جايز، نمشيو نترينيو. السخانة غطيح فيا، السخانة والحلاقم، السخانة خرجت لي الحلاقم. انا رجعت الاصدقاء من السبور، لكنني غنكمل على الجدول ديالي. ها راه انا خدام من شحال هادي، راني عندي العضلات. ها شو حبك العرب، شوف شبش الدليل. دابا شنو غادي نديرو؟ دابا درت تراكسيون، دابا غادي ندير الكرش. سير دير الكرش، لا نديرو بوشاب. اجي نشوفو داك بوشاب اللي درت فيها شحال، هادي 30، شحال دابا نقدر ندير؟ 1 2 3 4 5 6 صافي، 7 ديال البوشاب، مازال ليا 3. غادي نكمل داك 3 بالكرسي. 1 2 3 صافي كملت 10. هير بلانكا، هيا بوشاب عادية. الحصة رقم 9، حنا وصلنا للحصة رقم 9، ليتس جو نكملو.
غنديرو دابا الكرش. هاي الكرش ندير دقيقة ونص حبك. يخص التركيز. خويا بغيت نديرها دقيقة الله يجي على البركة. صافي دقيقة دقيقة. لحقاش وقفت. وقفت واحد المدة. بقيت قاعد. صافي كنت غندير دقيقه ونص وليت بغيت نديرها دقيقه. باش كتبغي تخدم الكرش خاصك تجمع بحال ما هكا فهمتيني، باش كتخدمها كتجمع بحال ما هكا باش كتعصر فهمتيني، بحال كتعصر داك الدهون وكذا وكتخدم الكرش مليح. فين هي الكرش؟ ها الكرش حنا راه درنا 9 عود اصاحبي، هادي راه حصه 10. او ماي جاد حصه 10 او كراب. صافي عطيني دابا شنو البلانكا. ليتس جو البلانكا. صافي بديت بلانكا. خصك تزير والا غتمشي كفته. البلانكا من اهم الحركات الرياليه هي البلانكا. البلانكا كتخدم لك الجسد ديالك كامل. البلانكا هي ديال البلانكا. صافي حبس. دابا اصدقاء مع هذه الرياضه هذه اللي درت الامراض كيخرجوها. دابا هنا كاينه السخانه خاصها طير طير السخانه في الحلاقم. ها الحلاقم حلقوم خارج هنا لحقاش مع السخانه كتكون اون باراليل مع الحلاقم. حتى الحلاقم غيمشيو غيطيرو زعما ما بقاوش كيضروك. ليتس جو نديرو الشاور. غادي نضرب حبات لي بوكا كاملة واقيلة. أنت باش تنقي لي بوكا كدير ليه بحال ما هكا، لا متبقى تبرز طراس، كتقسمها في النص بحال ما هكا على حسب باقي الخبراء ديال الطعام، أو كتخرج صافي و تخرج تجي ساهلة ماهلة. كتخرج معانا لي بوكا فهمتيني، تجي ساهلة تكرطب البارتي هادي. الصلاة والسلام على الرسول سيدنا محمد. هانتوما الاصدقاء قبل ما غادي نديرو التجربه ديال الزنزان نحاولو نشرحو الزنزان كيفاش كيطرا. الكره الارضيه في الاول كانت القشره ديالها ارض وحده، ما كانتش كاينه افريقيا وامريكا واوروبا واسيا ونيوزيلندا وزيدو زيد. كانت ارض وحده قشره وحده. هذيك القشره تفرقت. باش تفرقت؟ باش بالبراكين. جاو البراكين هما يفرقو هما يديرو نعمو ليه هنايا افريقيا فهمتيني، هاهي افريقيا وهنا نعمو ليه امريكان او هنايا اوروبا. باش تفرقت دارت بحال واحد البلاكات، بحال واحد البلاكه تقسمت تقسمت الى طروفه طروفه وهما كيتسموا لي بلاك. ها هي البلاك راه كاينه هنا في البحر، في وسط البحر كاينه البلاكه فهمتيني ديال افريقيا. ملاقيه معامل مع البلاكه تاع الامريكان ها البلاكه، وملاقيه عموليه مع البلاكه ديال اسيا. دونك الارض كتكونناش من واحد البلاكات بحال بحال الرخامات بحال طريفات ديال الرخام. عاد كاين القاره الافريقيه فين كاين حنايا، وهنايا كاين العمولي البحر، والبحر هو اللي طال الوسط ديالو داك البركان اللي قسم داك البلاكات تبقاو كيتبادلو. دونك العمولي هاد البلاكات هادو باش كيتكحزو كيديرو الزنزان. كتقدر شي وحده كطرطق مثلا هنايا كطرطق هنايا وكدير لك العمولي بؤره زنزانيه. دونك العمولي داك النهار طرات داك البؤره في المغرب تحت جبال الاطلس فهمتيني، طرطقت هذه دفعت هذه دفعت نعمولي قال لك هذه دفعت هذه وهذه دارت هنايا وهذه هي الطرطق طرطقت هنايا وهذه داك الزنزان. هادشي اللي طرا. دونك حنا التجربه اللي غادي نديرو غنديرو تجربه بحال هادي. حتى حنا غادي نجيبو البلاكات وغادي نجيبو نعمولي جبال الاطلس وغنحطو المغرب وغنحط لك مراكش واكادير وغنعاود ندير الزنزان فهمتيني. وغندير واحد البلاكه لتحت وغادي ندير واحد العمليه وغنطردك وغنشوفو التأثير ديال داك الزنزان في الجبال كيفاش داير مقارنة مع المدينة. دابا غادي نقادو البيوت.
فهمتيني البيوت والجدران ديال الديور ديال الجبال غادي نقادوهم بالورق. اللي خاصو شي برطما ولا شي حاجه هو عندي اصدقاء. خاصك تجي فيلا نبني لك فيلا. ممكن تضيع عندي لا غادي نوريكم دابا البلاصه فين حنا غادي نديرو ليكسبيريونس ديالنا ان شاء الله. فهمتيني فهاد الشانطي هذا غادي نديرو ليكسبيريونس ديال لي طروم لو موند اونتير. فين هو ان ذيس بليس فهمتيني. عندنا الطوب لهاد الجيه فهمتيني راه الطوبات كاين ليه الطوب او كاين نديرو الجبال ونديرو كلشي ليتس جو بيغينينغ. ولكن خصني خطه، الخطه كيفاش اننا غادي نديرو داك الانكسار ديال الارض باش تهرست الارض باش تهرست داك البلاكيت اللي درت داك التفركيعه تيخصني نديروها بالطبع فهمتيني. دونك كيفاش غادي ندير ليها انا هندسيا حال ماكو حال ماكو باش غادي يطرز الزنزال مثلا يا تبقى صافي الزنزلات القديم بحال ماكو. هو التمثيل ديال هذا هو التمثيل ديال الانكسار ديال ان البلاكه ديال القاره الافريقيه انكسرت فين في جبال ديال الحوز. دابا حنا من خلال هذه التجربه هذه الاصدقاء تنقلبوا على الحقيقه. الحقيقه وات از هابن اكزاكتومون فهمتيني مع 11 و11 دقيقه باش حنا كانت جاتنا غير زنزينه خفيفه وعلاش حنا جاتنا غير زنزينه خفيفه فهمتيني. دونك بحال نقولوا اعاده تمثيل جريمه الزنزان. كنحاولوا نوزعوا الارض فهمتي هذه الارض وكل ما كطلع كتمشي الجبال هذه الجبال نديرو هنا واحد الجبل وهنا واحد الجبل غادي نديرو الطوال هنا صافي. غادي نديرو دابا الاعمار غادي نبنيو الدواوير وغنبنيو البيوت اللي كاينين في المدينه اللي كان فيها الزنزال قليل والجبال باش نعرفوا القوه ديال الزنزال في الجبل في نضرب والتاثير ديالو في المدينه كيفاش كان يعني باش نعرفوا الحقيقه ديال القوه ديالو الفعليه. ونفعتني داك التربيه التشكيليه اللي قرات في الابتدائي عقلتو في الابتدائي كنا كنقراو داك التربيه التشكيليه كيقول لك الاستاذ جيب لي جامع قطعو في كارطونه كتبقى غادي به نفعني داك الشيء دابا هنايا كاينه المدينه في الاراضي المسطحه. هني كاين الدواوير الدوار اللي فيه الجامع راه هو واحد الدوار عاوتاني فهمتيني ها هو هذا دوار بوحديته والاخر دوار في الراس ديال الجبل. حنا غنشوفوا التاثير ديال بين الدوار اللي كاين في الجبل واللي كاين الوسط واللي كاين لتحت فهمتيني اللي هي المدينه. هنا كاين عاوتاني جهه مراكش هنا نعمو ليه مراكش هذه هي مراكش
هادي مراكش، وهذا واحد الدوار عاوتاني الفوق قريب للجبل. فين راه هي كاينه واحد البينسه، واحد البينسه غادي نضرب نعم مولاي داك العيبه وغتنكسر البلاكيط وغيطرى الزلزال. تمثيلي داك الشيء يعني باش نشوفوا التاثير ديال الزلزال في الجبل مع التحت. حنا غادي نحدو دابا هز الارضيه، التأثير ديال المدينة. لاحظ الديور ديال المدينة ما طرا ليهم حتى شي حاجة بارابور الديور ديال العلوشي شوية بين الجبال. ها جبل ها جبل، شتي الديور مساكن. هنا البلاصة اللي فيها الجامع هاهي مشات كاملة، شوف الديور كاملين تشتتو. هنايا الديور تقلبو ديال الجبل. هنا ما طرا حتى شي حاجة في المدينة، يعني بارابور داكشي اللي طرا في الجبل مع اللي طرا في المدينه لا علاقه. يعني داكشي الاصدقاء اللي حنايا عشنا في الزنزال راه لا علاقه مع داكشي اللي طرا للناس ديال الجبل. اللي طرا للناس ديال الجبل هما في الضربه الاولى مع 11 و11 دقيقه كلشي تشتت. طبعا حنا في المدينه كنا خارجين ما كناش عارفين شنو كاين في الجبل، داكشي تكتشف مع الايام، تدازت الايام عاد عرفوا الناس شنو كاين في الجبل. الله يرحمهم مساكن. واش مازال شي حاجه نشرحها لكم على الزنزال؟ كاين اللي كيتنبؤ بالزنزال، واحد العالم الماني ولا ما هو اللي تنبأ بالزنزال ديال تركيا، هو اللي تنبأ وقال غيطرى واحد الزنزال واحد اخر في الشرق الاوسط. فهمتيني؟ هذاك تيعتمد على التوقعات ديالو على الزنزال، كيعتمد على الفضاء على الفلك. دابا انت غادي تقول لي اشنو علاقه الفلك بالارض، الزنزال الزنزال في الارض، وانت تقول لي علوم الفلك، واش انت منجم ولا سحاب ولا شنو؟ نقول لك لا. دابا ما كتعرف العيبه ديال الجزر والمد والجزر في البحر، في البحر واحد الوقيته تيكون ما هايش وواحد الوقيته كيولي هايش. علاش؟ بالقمر، القمر كيبدا يقرب للارض وعاد كيولي البحر هايش. فهمتيني؟ كل ما كيبعد القمر كل ما البحر كيتكالما، ما كيبقاش. علاش؟ الجاذبيه. دونك قال لك سيدي الكوكب ديال زحال والكوكب ديال المشتري غادي يوصلوا لاقرب نقطه الى الارض، وهذوك باش غيوصلوا لاقرب نقطه الى الارض قال لك هما اللي غيحطوا الزنزال. هادشي دابا علاش كيعتمد داك خونا، فهمتي؟ كيقربوا بواحد البوان كيديروا الجاذبيه كيجبدوا القشره الارضيه كتزنزل. دونك هذا هو علاش كيعتمد هذاك العالم على الفلك، ولكن ما يمكنش تعتمد على الفلك 100%. الزنزال شي حاجه ما كاينش تقدرش توقع بها اطلاقا، فهمتي؟ دابا نتعشاو ان شاء الله هذا النهار المبارك ونمشيو نربو ان شاء الله. هذا ما كاين هكذا تيكون تسالى النهار ديالنا هاد الويميلا هادي. كنشكركم اصدقاء على المتابعه. السؤال ديال الحلقه معايا شنو عسين نهار الزنزال؟ انا الزنزال ضرب معايا 11 دقيقه 12 ونص نعست، وانا ما خرجت من حتى حاجه، بقيت هنايا 12 ونص نعست بحال ما طاريه تلعبه انا بالنسبه لي. قلنا معايا شنو عسين نتايا؟ هادشي اللي كاين اصدقاء. لايك لايك سبسكرايب باي باي.